مش هيسيبونا في حالنا، هيفضلوا ورانا لحد ما يموتونا. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ الشيطان اللي راكبك ما ينفعش غير بده. كوكو كوكو، يلا اصحى يا حبيبي، اصحى بقى، بقالك كتير نايم. يلا سيبينا ننام شويه حبيبي، لازم تصحى عشان هتروح معانا الشركه. لا انا مش عايزه اروح. ما انا مش هينفع اسيبك لوحدك. و يلا يا حبيبي يلا، عشان لازم تاخد شاور وتلبس. مامي، هما الحرامية دولت عايزين يموتونا ليه؟ عشان عايزين ياخدوا فلوسنا. ادلهم كل الفلوس. ما ينفعش، سيب لهم بيتنا وقطك ولعبك. انا مش عايزة غيرك انت وخلف بس. بس؟ انت اصلا حبيبي، تعرف كده؟ عارف كده؟ يلا قوم يلا. اسفه، اصل انا رحت لك اوضتك ما لقيتكش، ف اتخضيت بصراحه، افتكرت انك سبتنا ومشيت. قلبي كان هيقف. بعد الشر عليك. سبت اوضتك ليه؟ فضلت قاعد فيها طول الليل، واول الشمس ما طلعت جيت. ليه؟ الاوضه الجديده ما عجبتكش؟ لا بس ارتاح هنا. شفت كريم قال ايه؟ هيقول ايه؟ بيقول لي يا مامي مش عايز البيت ده، ولا عايز لعبي، ولا عايز الفلوس، ولا اي حاجه، اديهم كلهم لعمامي. ليه هيقول كده؟ خايف علينا. ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل تاني. اللي يضمن لك ده؟ كان فاضل ايه يعني يا خلف؟ ناس بسلاح دخلوا على البيت امبارح، ومؤامرات في الشركه، كان فاضل يحصل ايه تاني؟ ده انت لولاك امبارح انا معرفش ايه اللي كان ممكن يحصل لكريم. لا
الحمد لله اللي جات على كده، وهو ربنا ستر. فريدة هانم، روحي شوفي كريم. بيحصل فعلا، مدام زهرة الهلاوس اللي بتجيلها بتخليها تتخيل ان حد بيضربها او بيقتلها. طب يا دكتور، الهلاوس دي ممكن تسيب اثر على جسمها؟ انت ممكن تحلم ان حد قرصك، تصحى تلاقي احمرار مكان القرصه، وممكن تكون ناسي الحلم نفسه. اه فعلا. يا دكتور، هي عامله ايه دلوقتي؟ مش هنا خالص. ازاي يعني؟ ما بتلحقش تفوق الا وتصرخ، فبنديها حاجات تهديها. طب الحاجات دي يا دكتور مش ممكن يعني تتعود عليها؟ تأمن يعني؟ اه. احنا لحد دلوقتي مسيطرين على الموقف، وبنديها جرعات مخففه عشان ما نخشش في مشاكل اكبر. بعد اذنك. اتفضل. اه، لو سمحت حضرتك قبل ما تروح تبقى تعدي الحسابات. حاضر. ايه الجلابيه مش لاقي مع الشوكه والسكينه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا متضايق، بتحاول تقرا افكاري صح؟ ابتديت اقلق منك. لا اطمن يعني، شفت عينيكي في الاول راحت على الشوكه اللي في ايدي، وبعدين راحت على الجلابيه. هو انت ليه بتلبس جلابيه ومش بتلبس بدل؟ دي خلافياتي اللي تعودت عليها طول عمري. ايوه بس انت دلوقتي بتشتغل في الشركة ولازم تلبس زي الناس اللي هناك، صح؟ ايه قولك ان انا ما برتاحش يعني غير في الجلابية؟ غريبة جدا، مع ان انا متخيلة كده انك هيبقى شكلك لطيف في البدل يعني. انا بتهيألي يعني اللي بيلبس البدلة ده ساعة ما يلبسها كده يعني بيحس بنفسه كده، يعني بتاخده في سكة تانية بيبقى منفوخ. يعني انت برضه هتفضل لابس الجلابية؟ طب قول لي، انت لما بتروح المدرسة مش بتلبس هدوم المدرسة؟ ايوه. لما بترجع من المدرسة، لما تعاود، مش تبقى نفسك تقلع هدوم المدرسة؟ ايوه. طب خلاص خلاص، انت كمان تلبس البدلة لما تروح الشركة، ولما ترجع تلبس تاني الجلابية، صح؟ غلبني. غلبك. يعني هحاول هحاول. والله خايف لا فرح تقلبيها غم، علمت قلبي خاف من الفرحة ما بفرح، وانا اللي فاكرني قال اني حافظها صم، اجي اسرق الضحكة اضحك ليه وكيف معرفش. أنا لقيتك سارح، قلت مش عايزة أزعجك. لا أبداً، لا إزعاج ولا حاجة. كنت سرحان في إيه؟ لو مش عايز تقولي عادي مفيش مشكلة.
لا ابدا، يعني الواحد لما عقله يشرد يبقى عامل زي الراديو، محطات الراديو يعني، حاجات من امبارح، حاجات من زمن بعيد، يعني توها. اهي هي دي التوها اللي انا كنت حاسه بيها قبل ما قبلك، يعني قصدي انت عارف بقى مرض كريم وحاتم والشركه والمؤامرات كلها. بجد انا مش عارفه كنت ممكن اعمل ايه لو وجودك جنبي انا وكريم. عارف انا النهارده لما جيت اوضتك وما لقيتكش ترعبت. ايامه هتعدي، الحمد لله كريم اتردت له عافيته، وحاتم والعيله هيرجعوا عن جنونهم وشرهم، وكل شيء يرجع زي الاول واحسن. يا ريت، نفسي بقى، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيهم كلهم اختفوا من حياتي، ينسوني بقى وانساهم. هتنسي كل حاجه الا انت. انا مهما عملت مش هعرف ارد لك حاجه من اللي عملتها لينا وكريم. جميلك هيفضل طوق في رقبتي لحد ما اموت. ليه تقولي كده؟ محدش ليه جميل عليك. ربنا سبحانه وتعالى اراد يحطني في طريقك عشان يخلصك من الشر المحاوطك. انا مش فاهمه الناس دي خالص، هم عايزين ايه؟ ايه اللي ناقصهم عشان يتمتعوا بالحاجات اللي بين ايديهم؟ ناقصهم ايه؟ ناقصهم الرضا. عارف يا خلف، كل ما ابص لك كده احس ان جواك حب لكل الناس ملوش حدود، وفي نفس الوقت بحس ان في جواك حزن ملوش حدود. مهما ضحكت بيفضل الحزن باصص من عينيك. عارف يا خلف انا نفسي في ايه؟ نفسي اشوف عينيك هي اللي بتضحك. اه تضحك. امتى؟ قريب ان شاء الله قريب. جد؟ قول يا رب. يا رب يا رب اشوفك بتضحك. مالك يا صباح؟ مالي على الله؟ قومي يا بنت، قومي، خدي امسكي، يلا على مهلك. هنروح لعمك حسين. ها بس بشويش بشويش عشان عم جد ما يحسش بينا. ما قلنا ايوه. حصل ايه؟ ايه اللي جابك في عز الليل كده؟ انت هتفضل سدد الباب في وش البنيه؟ خش يا خيتي، خش يا بنتي، خش يا حبيبتي، خش نامي وسط اخواتك، خشي. ولا لا يا اختي ولا ايه؟ والنبي ده روح عافيهم، ده حتى مش عاوزه تسافر مصر بسببهم. كتر خيرك يا اختي. وعم جاد زعلك بكلمة؟ وياك تزعلي منه، هو كلامه مر بس قلبه طيب. لا أنا جاي قصدك في خدمة. أؤمر يا مرت أخوي من جنيه لألف. أنا مش عاوزة حاجة، أنا بس كنت عاوزك تدليني على مطرح خالف. ياك عايزة تروحي له منك الروحك كده. وما تروحش ليه؟ أمال تسيبه يروح ويجي على كيفه ولا كان في مرض على ذمته؟ مش كفاية اللي يجيبها أحمد أخوي تسأل عليه؟ هملها تروح له وتجيبه على ملاوشه كمان، ولو عجب عيشة السرايات وما طايقش عيشتنا يسيبها تروح لحالها. يا فاية عليك، هتتكلم ولا كأنها خيتك يا مرة؟ ده انت ما بتقعديش معاها دقيقة. ايه الحنين اللي جات لك مرة واحدة دايما؟ خلاص يا مرت اخوي، يشق الفجر وانا هاجي معاك. تجي فين يا راجل انت؟ خلف، شيخ خلف. السجعك ليه؟
قاعد عشانهم ولا عشانك؟ أنا قاعد عشان أحميهم. البغل اللي اسمه حاتم واللي وراه مش هيهدى لهم بال إلا لما يوصلوا المطرح السلاح. طول ما أنت قاعد هنا هياخدوا الغلبان وهم في رجليهم. أنت عملت اللي قدرك عليه ربنا، والولد بجزيل وفريدة وأهله يصافوا مع بعضيهم، ياخدوا كتير ياخدوا قليل حسابهم عند ربنا. يلا قوم قوم. مالك رجليك متبتة في الأرض ليه؟ مش قادر تفتح الباب وتطلع؟ قاعد عشانها، عشان فريدة. قلبك مال يا شيخ خلف؟ لسه عندك قلب يعشق ويميل. خرجت من كفنك ولا خرجت من جلدك؟ ايه اللي حصل لك؟ فت عتبة الاحباب ليه؟ زعلان مني؟ طب قول لي ذنبي ايه؟ انت اللي اخترت. اخترت ايه؟ انت اللي اخترت. قول لي يا شيخ فار. خلف رايح فين؟ معاود. معاود؟ معاود فين؟ مطرح ما كنت. ايه ده ماشي؟ هتسيبنا؟ قد كده سهل انك تستغني عن الناس اللي بتحبك؟ ده انا لسه بقول لك قد ايه كريم ما يقدرش يعيش من غيري ومن غيرك. ربنا وحده اللي يعلم حبكم في قلبك قد ايه. لا ما هو باين، ما انت عشان كده هتسيبنا وتمشي. عشان خايف عليكم. والخايف على نفسك. انت ما تعرفيش حاجه. عرفني. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك ايه؟ قول اي حاجه. خلاص تعالى العب معايا. كريم سيب الشيخ خلف، ما تعطلوش عشان هو مسافر. انت مسافر بجد يا خلف؟ حبيبي الكريم انت دلوك بقيت زين، لزوم ايه البعاد؟ خلاص هتعب تاني وهموت نفسي كمان لو مشيت. بعد الشر. ما تقوليش كده ثاني. اقعد يا شيخ خلف، انا محتاجه اتكلم معاك. قولي. انت عايز تسيبنا وتمشي هو. تمام براحتك يعني، بس انا ممكن اقدر افهم كريم، بس محتاجه انا افهم الاول ليه. مفيش فايده من قعادي يعني. قعادي لامم عليك الشر.
كريم الحمد لله فاق خلاص يعني. خلاص؟ ايوه خلاص خلاص كده؟ هو ده كل اللي بيننا وبينه؟ زي ما قلت لك ايوه. هتكدك ده خلف اصل عينيك فتحاك. قول لي عايز تهرب مننا ليه؟ اقول لك ايه عاد؟ قول لي اللي جواك. تتجوزيني يا بنت الناس؟ ايه؟ تتجوزيني يا بنت الناس؟ عايز تكمل جميلك وتتجوزني؟ كتر خيرك. صعبت عليك ولا ايه؟ أنا عايزك أنت، عايزك تبقي مرتي وكريم يبقى ولدي. مش قبل ما أعرف كنت عايز تسيبني ليه؟ يعني موافقة؟ لو سمحتي يا هاني، في واحدة بتسأل على الشيخ خلف. واحدة؟ صباح مرتي. مراتك؟ اهلا وسهلا تفضلوا. لا هاخد حاجتي ونروح لكندا. كندا؟ ازاي؟ معقوله يا شيخ خلف؟ انت جمايلك علينا كتير، وبعدين البيت كبير والاوض كتير. خدوا راحتكم عن اذنكم. اللي جابك؟ ها؟ في حاجة؟ عم جاد بخير؟ كلنا بخير الحمد لله. اللي جابك؟ وعرفت الطريق كيف؟ حسين، حسين هو اللي دلني. جيتي ليه؟ انطقي. جيت عشان أفرحك. حامل؟ ايوه وفي الرابع كمان، بس ما قدرتش اخبي عليك اكتر من كده. تخبي عليا ليه؟ يعني انا عارفه اللي فيك، مش عاوزه ازيد همومك. تزودي همومي ولا تزحيها؟ ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ادعي له ان ربنا يحفظه لك. عاوز اقول لك على حاجه تانيه. حامل في توأم اياك؟ ده يبقى فضل ربنا علي. امال في ايه تاني عاد؟ في واحدة جت سألت عليك عندنا، جابها أحمد أخو مرات حسين. مين دي؟ واحدة اسمها ياسمين، بتقول يعني إن عندها معارف ياما ومحامين كبار يقدروا يساعدوك. كتر خير. هتكلمها؟ أنا جبتلك التليفون معايا. بعدين بعدين. بقول لك يا خلف، هي ياسمين دي اللي انت كنت متجوزها قبل كده؟ ايوه. وطلقتها ليه؟ مالكيش صايع. عشان ما بتخلفش. وبعدها لي قلت لك مالكيش صايع؟ وما تنوريش النور تاني، عايز انام. طب وفريده؟
مالها؟ حاسه كده يعني زي ما يكون في حاجه بينك وبينها. حاجه ايه؟ كفاياك حديد. تصبح على خير. بتحبني يا خلف؟ من اتجوزتك ليه؟ بتجرالك ايه؟ عقلك برا منك ولا ايه؟ يعني بتحبني دلوقتي اكتر؟ لا اله الا الله. هتنامي ولا اقوم انام في مطرح تاني؟ هنام. تصبح على خير. وانت من اهله. اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ابدا عادي يعني. كنت هقول لك. هتقولي انك بتجوز وايه كمان؟ تصور بقى انا طلعت معرفش عنك حاجه. انت ممكن تبقى متجوز اتنين وتلاته وعايز تكملهم على الرابعه كمان. كنت ايه؟ كنت متجوز تلاته وصباح الرابعه. ويا ترى كنت عايز تطلع مين عشان تتجوزني؟ اتنين الله يرحمهم، والتالتة طلقتها. بجد؟ يعني مفيش غير صباح على ذمتك؟ وانت طبعا ما ينفعش ما تكملش حقك الشرعي. ما تظلمنيش يا فريدة. تصبح على خير يا شيخ خلف. على فكرة مراتك حلوة أوي. هي حامل؟